بعطر الورد واهلا وسهلا، فرحتي برؤيتكم كبيره جدا. مرحبا بضيوفنا، عدد ما خططه الاقلام وحروف، وبعدد ما ازهر بالارض زهور، بعطر الورد ورائحه البخور. موطني موطني، الجلال والجمال والسناء والبهاء في رضا في رضا، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوى في هوى. هل أرى هل أرى سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هذه المدرسة إن شاء الله ستخرج من طالباتنا وطلابنا الأعزاء إلى الكليات، إن شاء الله تكون ذا مستوى عالي ومرموق، وتكون ضمن المدارس الأولى على قاطع بحشيقة ومحافظة نينوى، ونفتخر بكم عند دخولكم الجامعات وتحقيقكم الكليات العالية إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا شكرا وتقديرنا لإدارة وكادر المدرستين على جهودهم خلال الفترة الماضية، ونأمل منهم إن شاء الله خلال الفترة المقبلة بإذن الله تعالى التواصل من أجل نجاح العملية التربوية والتعليمية في محافظة نينوى. سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل. حب الوطن ليس إدعاء، حب الوطن دواء وشفاء، ودليل حبي يا بلادي سيشهد به الزمن الطويل، فأنا أجاهد صابراً وأحقق الهدف النبيل. عنوان الشرف على العالي يتحلى، أما الراء روح المحبة والطير، مثل الذات شعبه من ذهب أصله، راجح في العقول حكم تجبال، موسوعة فكر والعالم تجلى، مثل الألف تدرش تحني عندنا سداد، معناها كبير وصحبة توصل له. أهل المراجل وأولاد الأشراف، أبطال بالشدايد ناس ما تخلى رجال، بالنوايا تحرق الكون، وعد جتوف المناية صوت محتفلة، والقاف بالأخير تهزي الإحساس، قصة من الإنجاز بدفترك سجله. أضيف صرح علمي جديد إلى مجموعة مدارس محافظة نينوى بافتتاح اليوم ثانوية الفاضلية للبنات. هذا الصرح العلمي الذي سيخدم أهالي الفاضلية، وبالتأكيد ستكون إبراز وإشعاع علم في هذه المنطقة المهمة والحيوية التابعة لناحية بحشيقة، وإن شاء الله التوفيق لطالباتنا العزيزات بالمسيرة الدراسية، وكل الشكر والتقدير لكادر وإدارة ثانوية الفاضلية للبنين والبنات على إقامة هذه الاحتفالية، وإن شاء الله تكون ضمن المدارس الأولى على مستوى بحشيقة بإذن الله تعالى.